سالي، شو اللي شاغل تفكيرك؟ عم بمر بلحظات عم بحس فيها اني كأم مش عارفة شو اللي لازم اعمله مع اولادي، خايفة اكون اللي بعمله معهم مش هو الصح. اكيد بفهمك، لانه معظمنا لسه بتعلم التربية الوالدية، المعلومات اللي عنا بتعتمد على سلوكنا او على تجاربنا في مرحلة الطفولة، بس كتير مرات بيكون سلوكنا مجرد ردود فعل عاطفية، عشان هيك الاهل بيفكروا انه التربية مش اكتر من بهدلة وضرب. طب كيف بقدر اعرف اني عم بتعامل مع طفلي بطريقة صح؟ أهم إشي إنه دايماً تتذكري إنه التربية في الواقع هي تعليم. التربية الوالدية بتعتمد على شو هو هدفكم أنت وطفلك على المدى البعيد، والتربية الإيجابية معناها إنه ما نعنف الطفل، ما نضربه، وكمان إنه يتم احترامه كحدا متعلم ونفهم كيف طريقة تفكيره وشو شعوره وندربه على حل المشاكل. بس مش هيك بتصير تربيتي لطفلي كتير متساهلة وعم بسمح له يعمل شو بده بدون قواعد أو حدود؟ لا بالعكس، التربية الإيجابية رح تساعدك تلاقي الحلول على المدى البعيد اللي تطور الانضباط الذاتي لطفلك، وعن طريقها تقدروا أنتوا الاثنين تعبروا بوضوح عن توقعاتكم، تحطوا قواعدكم وحدودكم، ورح تقدري تبني علاقة قائمة على الاحترام المتبادل مع طفلك، تعلمي مهارات لمدى الحياة وتزيدي ثقته في التعامل مع الأوضاع الصعبة، ورح يتعلم اللباقة، التعاطف، احترام الذات، حقوق الإنسان واحترام الآخرين، وكمان كتير أمور مهمة. طب كيف بقدر أتصرف بشكل صحيح مع ابني اللي عمره 6 سنين بعد ما سمعت شكاوي من معلمته بالمدرسة إنه بيعمل مشاكل وما بيقدر يقعد هادي، بياخد وقت كتير طويل ليخلص واجباته؟ لتعرفوا شو كان جواب عريم استنونا بحلقاتنا الجاية.